إذا أردت أن تكون سلفياً حقاً فعليك أن تدرس مذهب السلف بإتقان وتعرفه ببصيرة ثم تعمل به. أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ نرجو إعطائنا مثال حوله، وهل صاحب الشرك الأصغر خالد مخلد في النار؟ الجواب: الشرك الأكبر يكون مثلا شرك في العبادة، وشرك في المحبة، وشرك في الإرادة والقصد، إلى غير ذلك من أنواع الشرك. وحكمه إذا مات عليه الإنسان، إذا مات الإنسان على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد في النار. أما بالنظر للشرك الأصغر فمثلا قول الإنسان، يعني الحلف مثلا بغير الله يجري على لسانه، لكن إذا حلف بغير الله معظما له كتعظيم الله جل وعلا فهذا من الشرك الأكبر، لكن إذا جرى على لسانه بدون تعظيم فهذا يكون من الشرك الأصغر. ومثل الرياء، مثل الرياء، يعني إنسان يدفع مال من أجل أن يقول الناس فلان كريم، يتعلم العلم من أجل أن يقال فلان عالم مثلا، هذا يكون فيه رياء، يكون هذا شرك. وهذا وحكمه أنه إذا مات عليه الإنسان هو لا يغفر، لعموم قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن الله سبحانه وتعالى إما أن يقتص منه، والاقتصاص منه أنه يأخذ من حسناته بقدر الشرك ويدخله الجنة، أو أنه يدخله النار ويطهره وبعد ذلك يخرجه إلى الجنة كأصحاب كبائر الذنوب التي لا تصل إلى النفاق الأكبر ولا إلى الكفر الأكبر ولا إلى الشرك الأكبر، يعني المعاصي اللي ما تصل إلى هذا الحد هذه تحت مشيئة الله، لكن بالنظر إلى هي تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء أدخله النار وطهره، لكن الشرك الأصغر هذا هو تحت المشيئة، ما هم من جهة المغفرة، تحت المشيئة من جهتي أنه إما أن يأخذ الله من حسناته بقدر شركه، وإما أن يدخله الله النار ويطهره وبعد ذلك يدخله الجنة، لعموم قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبالله التوفيق.